استقبلت مدينة العريش سفير فرنسا بالقاهرة إريك شوفاليه أثناء زيارته لتفقد المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين بعد توليه مهام عمله كسفير جديد. شملت الزيارة تجهيز واستقبال وإرسال المساعدات بمركز الخدمات اللوجستية للهلال الأحمر المصري، واستمع لشرح حول الجهود المصرية المبذولة في تجهيز المساعدات والتعرف على الصعوبات التي تعوق وصول أكبر عدد من الشاحنات. كما تفقد السفير المستشفى الفرنسي العائم بميناء العريش، والذي يقدم الخدمة الصحية والعلاجية للمصابين وللجرحى. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري مباشرة من العريش. محمود، يعني بعد التحية لك، يعني هل لديك تفاصيل عن هذه الزيارة وما تم بها؟ بالتأكيد، يعني بعد التحية، هذه الزيارة كانت اليوم للسفير الفرنسي الجديد بالقاهرة. هذه الزيارة تأتي بالطبع لتفقد السفينة الفرنسية الموجودة في ميناء العريش، ولكن بدأت الزيارة بالمركز اللوجستي للهلال الأحمر للاطلاع على حجم المساعدات والمجهود المصري في تجهيز وإرسال واستقبال المساعدات الإنسانية. هو استمع لشرح كامل وتفصيلي من المسؤولين من الهلال الأحمر المصري عن حجم هذه المساعدات وما يتم داخل هذا المركز، واطلع أيضا على حجم الشاحنات المصطفى على جانب الطريق أمام هذا المركز. ويعني هو أشاد بالجهود المصرية المبذولة وبجهود جمعية الهلال الأحمر المصري، وأيضا تم إطلاعه على الصعوبات التي تحول دون وصول أكبر عدد من الشاحنات لدى الجانب الفلسطيني، وأيضا الاطلاع على المساعدات التي قام الجانب الإسرائيلي بعودتها مرة أخرى وعدم إدخالها ضمن المساعدات لقطاع غزة. ثم توجه إلى ميناء العريش، حيث السفينة الفرنسية التي أتت في 27 نوفمبر الماضي وستغادر غدا بعد انتهاء مهمتها في علاج المصابين والجرحى. هو بالطبع قدم الشكر للقيادة المصرية بكل السلطات والجهات المختلفة على التعاون الذي تم بين الحكومة المصرية وبين الأطقم العاملة في السفينة الفرنسية في ميناء العريش، وأكد على أنه تم تقديم أكثر من يعني الخدمة لأكثر من 100 مصاب، وتم إجراء أكثر من 100 عملية جراحية داخل هذه السفينة. وأكد على الرغم من أن هذه السفينة ستنهي مهمتها غدا وستعود، إلا أن التعاون سيستمر لما رآه من جهود الهلال الأحمر المصري. أكد أن التعاون الفرنسي سيستمر مع الهلال الأحمر المصري بتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية لدعم الاستجابة في قطاع غزة، ولكن كانت هناك إشادة كبيرة جدا بالمجهود المصري خاصة من جمعية الهلال الأحمر المصري. هذا بالإضافة إلى بالطبع يعني استمرار تدفق الشاحنات والمساعدات عبر بوابة معبر رفح المصري واستقبال الطائرات في مطار العريش. إذا ما تحدثنا عن معبر رفح اليوم، نتحدث عن وصول 90 شاحنة إلى الجانب الفلسطيني بها عدد كبير من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى استقبال 19 مصابا عبر هذا المعبر، بالإضافة إلى عدد كبير من الطائرات التي وصلت اليوم. أشكرك شكرا جزيلا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من العريش.